خلينا نتكلم قبل ما نخش في الصحافة العالمية، نتكلم كالعادة على 3-4 نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى يعني بنتكلم على باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان الفرنسي يعني بيطعن ريال مدريد في أماله للحصول على امبابي. حضراتكم عارفين امبابي دايما كان انتقاله لريال مدريد، ويمكن كان فيه تفاوضات لسه من أيام قليلة، وعرض يمكن ريال مدريد عرض ما يوازي 160 مليون يورو للموافقة طبعا على بيع اللاعب، لكن باريس سان جيرمان كان ليه رأي مختلف، قال له لا العرض دوت ما ينفعنيش. والنهاردة باريس سان جيرمان بيطلع بيان انه بيطلب حوالي 220 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب. اعتقد اللاعب كتير في العالم بيعتبره مبابي هو القادم على عرش الكرة العالمية، ما فيش شك انه من لاعب مميز جدا جدا ولعيب عالمي بدرجة كبيرة. لكن كمان ريال مدريد زي ما بقول لحضراتكم كان اقصى عرض قدمه في الفترة اللي فاتت كان 160 مليون. النهارده يمكن باريس سان جيرمان بيقول له يعني بالبلدي كده لا ابعد عننا، امبابي مش للبيع، وعرض يمكن 220 مليون يورو للي عايز يشتري امبابي. طبعا كان عارفين طبعا امبابي كان انضم من موناكو من 4 سنين، طبعا انضم باريس سان جيرمان بمبلغ 180 مليون يورو، لكن دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم اعتقد هتبقى صعبه جدا جدا. اخر حاجه عرضها ريال مدريد كان 160 مليون، دلوقتي لا باريس سان جيرمان بيقول له لا العرض ده مش هيناسبني، يا جماعه اللي عايز يشتري امبابي يدفع 220 مليون يورو، واعتقد ده شيء تعجيزي لريال مدريد.